السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، وسعيد النهاردة إن شاء الله أن نقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو أحبتي نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن 3 أسئلة اختيار من متعدد. أول سؤال space right، طبعا turn right يعني اتجه يمينا. Number two he space clever، طبعا he is always clever، he is always clever. طبعا احنا عارفين ان verb to be لابد ان يأتي قبل الظرف التكراري، دائما verb to be بيأتي قبل الظرف التكراري عشان اخترنا is always. I am looking forward to، انا اتطلع الى، الاستراكشر ده دايما بيجي بعديه الفيرب مضاف له ing تبقى meeting، دايما الاستراكشر ده بيجي بعديه الفيرب مضاف له ing. الف الف مبروك لكل احبتنا اللي اجابوا اجابات صحيحه عن هذا الكويز، وتعالوا مع بعض يلا نكرمهم في لوحه شرف القناه. واول طالب متفوق عندنا هو الطالب احمد رضا الشرقيه العمد، اروى ضاحي ديروط اسيوط، ايه جمال المنوفيه، ايه علاء احمد الاسكندريه، بسمه احمد ابو السعود البحيره، ريم ناجي اسيوط، زينب كحلاوي صديق اسيوط، سلمى محمود حامد سوهاج، شهد احمد حلمي القاهره، شهد محمد فرج القاهره، لمياء ربيع حسين بني سويف، محمد محمد، محمود عمرو عبد الحميد بنها، مريم عادل السيد سوهاج، نوران عرفات السيد قنا، هدى علي عوض الاسماعيليه، ياسمين عبد العزيز عماره الشرقيه. ببارك لكل احبتنا المتفوقين اللي اتكرموا دلوقتي، ويا رب كل اللي بيسمعنا يدخل على الكويز اللي موجود في نهايه هذا الفيديو ويجاوب عنه علشان يتكرم زي احبتنا اللي اتكرموا منذ قليل. وتعالوا نشوف فيديو النهارده احبتي، هو فيديو هام للصف الثالث الاعدادي، هو عباره عن حل اسئله كتاب المعاصر. كتاب المعاصر من الكتب المتميزه، واحنا ان شاء الله النهارده هحل لكم كتاب المعاصر الوحده الاولى، الجزء الاول منها، الجزء الاول من الوحده الاولى. بفكركم احبتي تفضلوا معانا لنهايه الفيديو، قلت لكم علشان تجاوبوا عن الكويز في التعليقات. الكويز هتلاقوه في نهايه هذا الفيديو، ان شاء الله اصحاب الاجابات الصحيحه هيتم تكريمهم في لوحه شرف القناه للفيديو القادم. وكمان احبتي لو دي اول زياره ليكم للقناه، يا ريت سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو دعما للقناه ودعما لنا. هنبدا مع بعض. اول سؤال عندنا هو في صفحه 22، صفحه 22 في المعاصر. Luxor has a lot of interesting space. One of them is Karnak Temple. واحد منهم هو معبد الكرنك، بايه؟ Monuments، طبعا الاثار. لوكسور بها العديد من الآثار الممتعة أو الشيقة. أحمد is a space student. This means he is calm and quiet. هذا يعني أنه calm، هادئ، و quiet، ساكن أو ساكن وهادئ. طبعا هنا peaceful يعني هادئ، بتدي نفس المعنى بتاع calm و quiet. You can see، طبعا هننتقل إلى صفحة 23 23. You can see a lot of beautiful fish. In the، بنشوف ال beautiful fish، الأسماك الجميلة فين؟ في الأكواريوم، في معرض الأحياء المائية. If you want to see trees and other interesting plants، لو أنت عايز تشوف أشجار ونباتات شيقة أخرى، you can go to space gardens، طبعا botanical gardens. طبعا أنا مستني إن أنتوا تحلوا معايا، يا ريت توقفوا وتحلوا معايا، تحاول تحل قبل ما أنا أحل. botanical gardens اللي هي الحدائق النباتية. My uncle is very good at sports. عمي كويس في الرياضات، عايز يقول وخاصة أو على وجه الخصوص في الهاندبول، يبقى especially، especially الاختيار رقم C. السؤال السادس، there was a lot of space on the roads. في إيه على الطريق؟ this morning، هذا الصباح، so Mr. Ahmed was late for work، لذلك السيد أحمد كان متأخر على العمل. طبعا كان في الكثير من المرور، الكثير من المرور يعني إيه؟ أو ازدحام المرور يعني traffic، اللي هو a lot of traffic يعني في ازدحام في المرور. السؤال اللي بعد كده، السؤال السابع، this machine does many things، هذه الآلة تقوم بالعديد من الأشياء. it's very، إنها مفيدة، تبقى useful، مفيدة يعني useful. my city has lots of space monuments. I like them very much. طبعا lots of interesting
مونيومنتس، انا بوصف المونيومنتس انها انترستنج. لما اجي اوصف شيء بوصفه ان هو انترستنج، يعني شيق بالاي ان جي. ما ينفعش اقول انترستد، انترستد يعني متشوق. ما ينفعش اقول ان الاثار هي المتشوقه، لا، الاثار شيقه او ممتعه، تبقى انترستنج مونيومنتس. ما ينفعش طبعا سيلي بمعنى سخيف، سيلي هي صفه اي نعم، بس ازاي وانا اي لايك ذيم فيري ماتش، انا بحبهم كتير، واجلي قبيحه، ما تنفعش برضه. I can space two books from the public library in my area. I can lend ولا give ولا borrow ولا leave. طبعا هي borrow استعير، انا استطيع ان استعير two books، كتابان، من ال public library اللي هي المكتبة العامة في منطقتي. area معناها منطقة او مساحة. السؤال التالي: we have four space north south east and west. طبعا عندنا 4A 4A، دول بنسميهم directions. برافو عليكم، الاتجاهات directions. I am interested in animals، أنا مهتم بالحيوانات. So I love going to the natural space museum. The natural science museum دي جت في الدرس يا جماعة عندنا، اللي هي متحف العلوم الطبيعية أو متحف العلوم الطبيعي. Lake تمساح is a beautiful lake، هي عبارة عن بحيرة جميلة. Space beaches around it، عايز يقول وبها العديد من الشواطئ، او بها شواطئ حولها. بها يعني ايه بقى؟ ايوه، with beaches around it. سامع طالب شاطر، وكمان كان في طالبة شاطرة بشاطرة بتقول كده with beaches around it. رحمة has read space 12 short stories. has read طبعا حوالي، عايز يقول حوالي 12 short stories، حوالي 12 قصة قصيرة. حوالي يعني ايه؟ ايوه، الاختيار رقم B اللي هو around. Judy always goes space in the pool. Goes، ها، بتاخد ايه بعدها؟ ايوه، ممتازين. Goes swimming. Go swimming، يذهب للسباحة. السؤال اللي بعد كده: The Nile space through the city of Banha. طبعا يجري او يمشي او يمر خلال المدينة بنها، يبقى runs الاختيار رقم C. Runs. Adam space to his work late yesterday. Adam space to his work late yesterday. خلي بالك في عندي حرف جر to. arrived ما بتاخدش to، ها، ايوه، برافو، سامع حد بيقول got to، هي اللي بتاخد to، got to. لكن reached ما بتاخدش معاها اي حروف جر، وfound مفيش حاجه اسمها found to. the word peaceful، كلمه peaceful can be replaced by، عايزين نفهم ان كلمه او جمله can be replaced by يمكن ان تستبدل ب، يعني معناها ايه؟ يعني معنى العباره دي هو انها يمكن استبدالها بكلمة كذا، يعني هي نفس المعنى. ايه المعنى بتاع بيسفول في الجمل اللي تحت؟ يلا فكروا معايا. برافو، الاختيار رقم B calm and quiet. calm and quiet. there are attractive buildings، يوجد attractive buildings، مباني جذابة. interesting monuments، وآثار شيقة. and lots of gardens، والعديد من الجاردنز، الحدائق. The word attractive means، كلمة attractive معناها attractive، يعني ايه بقى؟ فكروا بيها كده في العربي، بالعربي معناها جذاب. يبقى ايه المعنى بتاعها تحت؟ ممتازين، سامع حد بيقول beautiful، جميلة. The word space، خلي بالكم احنا هنا عدينا صفحة 24، انا بحط لكم الصفحات على جنب عشان تبقوا عارفين احنا ماشيين ازاي. وهنا page 25، صفحة 25. The word space can be the opposite of boring، ممكن ان تكون مع عكس الكلمة boring. يبقى عايز عكس كلمة boring هو ايه؟ boring، ايوه، برافو عليكم. interesting، boring عكسها ايه؟ interesting. خلي بالك هنا في ing وهنا في ing برضو. boring ممل، interesting شيق. you can make an adjective، يمكنك ان تكون صفة from the verb use، من الفعل use، by adding ايه، عن طريق اضافة ايه ليها. adding يعني اضافة. يلا use هنضيف لها ايه علشان تبقى صفة، اللي هي مفيد او نافع. ممتازين، للصفة رقم B او اللاحقة رقم B اللي هي FUL. طيب we can form the word peaceful from the noun، يمكن ان نكون الكلمة peaceful من الاسم ايه؟ برافو، من الاسم peace. peace يعني امان او امن او سلام. peace. to give the opposite of the word natural، عشان نعطي عكس كلمة natural we add the prefix، we add the prefix ايه؟ prefix ايه؟ يلا natural عكسها ايه؟ unnatural. برافو، الاختيار رقم B unnatural.
صفحة 27 بيج 27 السؤال الأول فيها The shopping center is space is the train station is ها ممتازين هينفع straight لا straight on وما تجيش خالص straight هنا straight يعني مباشرة أو طوالي كده corner ما فيش حاجة اسمها is corner the train station is opposite the train station ولا is next ما تنفعش next طبعا عشان محتاجة ايه بعدها محتاجة to يبقى opposite يعني أمام the theater is a space the aquarium and the museum طبعا هنا في عندي مكانين عايز يقول المسرح يكون بين الاكواريوم معرض الاحياء المائيه والميوزيوم اللي هو المتحف يبقى between بين يعني between I get up space 9 o'clock every day دي سهله حرف الجر اللي ناخده هنا ايه ايوه at 9 o'clock I often play games with my cousins انا عاده او غالبا بلعب العاب مع ابناء عمي space the afternoon خلي بالك هنا كلمه the afternoon تعتبر a period of the day يعني فترة من فترات اليوم بنستخدم لها ايه ممتازين in the afternoon طبعا الثلاث فترات the morning the afternoon the evening كلهم بياخدوا in space Saturdays عايز يقول في ايام السبت معروفة طبعا on دايما الايام بتاخد on طيب the museum المتحف is space the corner opposite the hospital is بتاخد ايه بقى عايز يقول على الناصية على الناصية يعني ايه on the corner عايزين نحفظ حروف الجر دي يا شباب on the corner يعني على الناصية امام المستشفى I always go to the park space Saturday يوم من ايام الاسبوع يبقى ايه ممتازين on يوم من ايام الاسبوع تبقى on السؤال الثالث عندنا طبعا ال WB يا شباب في حد بيسأل بيقول ال WB معناها ايه معناها ان السؤال ده ورد في الورك بوك ورد في الورك بوك ولما تلاقي اس بي معناها ان هو ورد في ستودنت بوك او كتاب الطالب طيب سبيس لانش تايم اي فيزيت ماي كازنز خلي بالك لانش تايم هو اسم وجبه اللي هو وقت الغداء يبقى بتاخد ات لانش تايم او ات دينر تايم الوجبات كلها بتاخد ات معاها او اوقات الوجبات اوقات الوجبات بتاخد ات معاها The sports center اللي هو المركز الرياضي is space the aquarium and the hospital طبعا عايز اقول بينهم بينهم لان هنا مكانين جايب مكانين يبقى اكيد بينهم يبقى between she usually gets up space half past eight طبعا هنا ساعة زمنية يبقى at Lucy was standing the right of عايز يقول على اليمين للصورة على اليمين يبقى on the right of خلي بالك on the right of from the station من المحطة go straight عايز يقول له امشي مباشرة go straight ايوه سامع حد شاطر بيقول on go straight on برافو عليكم لا انا في طلبة كتير شطار انا عارف ان هما بيجاوبوا معايا I did the crossword انا حليت الكلمات المتقاطعة عايز يقول في خلال 5 دقائق يبقى ايه ايوه in 5 minutes في خلال او في غضون 5 دقائق يبقى in 5 minutes they like to visit Luxor هم بيحبوا يزوروا الاقصر عايز يقول في الشتاء في الشتاء سهله in كل السيزونز اللي هم الوينتر والسمر والاوتم والفول والسبرينج كلهم بياخدوا in بياخدوا in السيزونز او فصول السنه طيب بعد كده فادي goes shopping سبيس طبعا هنا بيقول لي ايه بيقول لي complete the sentences with the correct form of the words in brackets طبعا بيجيب لي من قوسين حرف جر مثلا ومطلوب مني ان انا اعدل احط برضو حرف جر بس اعدله تمام وبيجيب لي كلمة والمفروض ان هي ايه تتعدل شوية فادي goes shopping طبعا هنا the afternoon هو فترة من فترات اليوم بتاخد ان مش اون يبقى هعدل اون واخليها ان write what would you do طبعا at the weekend في عطلة نهاية الأسبوع يبقى at the weekend the library المكتبة is space to the bank طبعا to بتاخد ايه يا جماعة opposite لا طبعا هتاخد ايه next برافو سامع حد بيقول next to space Saturdays عايز يقول في أيام السبت يبقى on Saturdays طب نكمل الأسئلة they travel to دهب طبعا space holiday طبعا on holiday دايما كلمة holiday في الأجازة بتاخد on he isn't here عايز يقول في هذه اللحظة تبقى ايه ممتازين at the moment at the moment my house is on the space of the street corner on the right of على يمين الناصية او ناصية الشارع
on the right of، خلاص on the right of يعني على يمين، أو ممكن on the left of على يسار. Farmers usually start working، طبعا space dawn. dawn معناها خلي بالك مش داون، هي النطق بتاعها الصحيح دون اللي هو الفجر. طب عايز يقول فجرا تبقى ات دون، فترات اليوم اللي هي زي فجرا ونون فترة الظهيرة نون، والفترات دي وميد داي وميد نايت كلها بتاخد ات، يبقى ات دون فجرا، ات نون ظهرا، ات ميد داي في فترة منتصف النهار، ات ميد نايت في فترة منتصف الليل. clothes were very different، طبعا النطق الصحيح بتاعها close وليس closes، تمام. were very different space the 18th century، عايز يقول في القرن ال18. طبعا في القرن ال18 القرون كلها بتاخد ايه؟ ايوه ان، برافو عليكم. السنين والشهور وفترات اليوم والقرون بتاخد ان. the bus arrives space 10 minutes، الاتوبيس سيصل في خلال 10 دقائق. في خلال يعني ايه؟ لسه واخدينها من شويه، برافو. in 10 minutes، in 10 minutes. صفحه 32 او page 32، هنا دي dialogue او محادثه بين حمزه بيكلم علي. حمزه is asking علي about the sports center. حمزه hello is the sports center near from here؟ فيقول له hello space it's a 5 minutes walk. هيقول له هلو نعم، نعم يعني ايه بقى؟ هيقول له يس ويحط كلمة سير بعدها. سأل سؤال فقال له يس walk along this road it's opposite the bank. هيقول له يس walk along this road it's opposite the bank. طبعا هيسأله يقول له can you show me the direction، ممكن تدلني على الاتجاه. can you show me the direction. سأل سؤال تاني فقال له I play tennis What about you؟ أنا بلعب تنس وماذا عنك؟ أنا بلعب تنس وماذا عنك؟ يبقى أكيد هيسأله عن الرياضة المفضلة له، يبقى هيقول له إيه بقى؟ What's your favorite sport؟ ما هي رياضتك المفضلة؟ What's your favorite sport؟ فيقول له I play tennis What about you؟ فهيقول له أنا بلعب أي رياضة؟ لا مش هيقول له أي رياضة، هيقول له تحت أهو swimming is a nice sport. يبقى أكيد صاحبنا علي قال له I play أو I like swimming. I go swimming أو I like swimming، الاتنين صح. swimming is a nice sport. when do you go there؟ متى تذهب إلى هناك؟ فهيقول له أي إجابة؟ لا لازم ننزل تحت. بيقول له great next Monday I will be at the club، الاتنين الجاي هكون في النادي. so I can meet you there، يمكنني أن أقابلك هناك. يبقى أكيد الإجابة هنا بيقول له إيه when do you go there؟ هيقول له في كل يوم اتنين. I go there on Mondays أو every Mondays. يبقى every Monday sorry I go there on Mondays. great next Monday I will، أنا عرفت منين إنها on Mondays كل يوم اتنين؟ عشان قال له إيه next Monday هكون أنا هناك وقابلك بإذن الله. السؤال التالي أحبتي we had a nice meal، إحنا أكلنا أكلة أو وجبة لطيفة at this إيه؟ طبعا ما دي سهلة، ده سؤال سهل. at this restaurant في هذا المطعم. my father often goes to his village، بابا بيروح إلى الفيليج بتاعته أو القرية بتاعته. because it's a space place، لأنها مكان إيه بيحب يروح هناك، يبقى مكان هادئ. هادئ يعني إيه؟ peaceful. طبعا هنا space is a large area، هي عبارة عن مساحة أو منطقة كبيرة of water من المياه with land around it، وبها يابسة حواليها. around it يعني حواليها، تبقى lake البحيرة. منار is interested بتاخد حرف الجر ايه؟ ان، برافو عليكم. نحفظ يا جماعه الاستراكشرز دي، interested in مهتمه بيه، وبيجي دايما بعدها الفيرب مضاف له اي ان جي. the cafe is on the corner، لسه واخدين حاجه شبهها on the corner of، على ناصيه the botanical gardens on the corner of. there are lots of things to do here space at the weekend، يوجد الكثير من الاشياء اللي تفعلها هنا خاصه في اجازه نصف الايه او منتهى نهايه الاسبوع، اللي هي especially اللي هي ايه وخاصه especially. سؤال بعد كده you can see trees، تقدر تشوف الاشجار and the other interesting plants at the botanical gardens، عدت علينا واحده شبهها من شويه. the train leaves space 7 tomorrow، عايز هنا ده وقت معين بيغادر فيه القطار، طالما جايب لي ساعه زمنيه يبقى at. my birthday is، هنا جايب لي يوم محدد في الشهر، طالما جايب يوم محدد في الشهر بحط له on.
on 17th June، ولو جاب لي اليوم ده بعد الشهر برضه احط on. يعني احيانا بيقول لي ايه is space June 17th، يحط 17th بعدها برضه هاخد on. طيب the train leaves space 5 minutes، في غضون تبقى ايه in 5 minutes. السؤال بعد كده complete the text with words from the list. طبعا جايب لي هنا ده سؤال جديد. طبعا احنا مواصفات الامتحان لازالت لحتى الان كلها تكهنات، لسه ما حدش، لان الوزاره ما منزلتش المواصفات وكانها سر حربي، يعني كانه سر من الاسرار المخابرات العسكريه للاسف الشديد. فاحنا بنحاول ان احنا نجتهد في المواصفات، ده من ضمن الاسئله المتوقع انها تكون في المواصفات اللي جايه. هو بيجيب لك قطعه وبيجيب لك فراغات وتملأ من خلال الكلمات. السؤال ده هيجي لكم ان شاء الله في اولى ثانوي، ولكن من غير الكلمات اللي فوق، هتكمل انت القطعه من خلال ايه؟ من خلال فهمك للسطور او فهمك للجمل، من خلال فهمك للجمل. بس هو هنا في ثالثه اعدادي جايب لك الكلمات عشان تكمل بيها. I like اسماعيليه، it's a space city. انها ايه؟ مدينه ايه؟ انا بحب اسماعيليه لانها مدينه ايه؟ نختار من فوق، برافو، peaceful city. There are lots of things، يوجد الكثير من الاشياء to do there especially at the، وخاصة في ايه؟ at the ايه؟ في عطلة نهاية الأسبوع، at the weekend. On Friday afternoons، في يوم الجمعة فترة الظهيرة، I often go to the space، تمساح، to the ايه؟ lake، تمساح، برافو. My family، with my family، it's a beautiful lake with space around it، انها بحيرة جميلة وبها شواطئ حواليها، شواطئ يعني ايه؟ beaches، برافو الاختيار او الكلمة الأولى. ننتقل إلى السؤال التالي وهو كومبليت برضو، من هنصلح الكلمة اللي بين قوسين ونحطها في الفراغات. I live space a small village، أنا أعيش في قرية صغيرة، في يعني إيه in a small village. Judy goes to the sports center، طبعا هنا فترة من فترات اليوم، ينفع تاخد off؟ لا طبعا، امال بتاخد إيه فترات اليوم؟ in the afternoon. I have tennis lessons، أنا لدي دروس في التنس، طبعا هنا ساعة زمنية يبقى على طول هحط لها at. The shopping center is space 2، جايب لي 2 هنا يبقى ايه؟ ايوه next 2. طيب choose the correct word، عندي جايب لي في كل سطر كلمتين او حرفين جر، لازم اختار منهم واحد. I live in ولا on a small village، طبعا هنا هنختار in a small village. نجوى usually visits her grandparents in ولا at the weekend، طبعا at the weekend. You can't hear any traffic here، ما تقدرش تسمع أي مرور هنا، ما فيش أي مرور. It's very noisy ولا peaceful، طبعا هادئ، هادئ يعني إيه؟ peaceful، هادئ يعني peaceful. بكده أحبتي نكون خلصنا الجزء الأول من حل تدريبات كتاب المعاصر. أتمنى إن شاء الله إن يكون الدرس عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه. أحبتي بفكركم لو دي أول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو. اللايك بالنسبة لك مش مهمة وبالنسبة لك مش مهمة، ولكن بالنسبة للفيديو وبالنسبة للقناة بتعني لنا الكثير. ننتقل احبتي الى الكويز بتاعنا اللي انا عارف ان ناس كتيرة مستنياه. وتوديز كويز عبارة عن 3 اسئلة اختيار من متعدد. اول سؤال، I always go to the park space Saturday mornings، for ولا on ولا at ولا in. The museum is on the space opposite the hospital. On the between corner behind next to. We went space on Wednesday. We went swim for swimming, swimming to swim. إن شاء الله مستني إجاباتكم عن هذا الكويز في التعليقات أسفل هذا الفيديو أحبتي، وبتمنى إن كل اللي بيسمعونا يدخل على التعليقات ويجاوب عن الكويز. إن شاء الله أصحاب الإجابات الصحيحة هيتم تكريمهم في لوحة شرف القناة للفيديو القادم. أحبتي، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.